بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، حلقه مليئه بالمفاجات الحلوه من داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. المفاجاه ان بيتسو موسيماني المدير الفني لكره القدم بالنادي الاهلي كان متواجد بنفسه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي امبارح والنهارده، وكمان موجود بكره ان شاء الله. كل التغطيه دي موجوده معانا، كاميرا الاشبال كانت موجوده مع بيتسو موسيماني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بالصوت والصوره، هتشوفوها بعد قليل. كمان هيكون ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني لاعب شباب النادي الاهلي وايضا لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي احمد نبيل كوكا، هنتكلم عن الفتره السابقه وكمان الفتره القادمه بالنسبه له بعد ما لعب مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، وكمان لقى اشاده كبيره من بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي لعبها احمد نبيل كوكا. ده هيكون في الجزء الثاني، لكن في البدايه بقول لصديقي العزيز الكابتن اسلام الشاطر الف سلامه. كابتن اسلام الشاطر يعني كان تعرض لوعكه صحيه في النادي الاهلي في الجزيره، وهو كان بيلعب كره خماسيه كان حس ببعض الالام. فضلت الالام مستمره معاه حوالي 30 دقيقه بعد اللعب، بعد كده ذهب لمستشفى المعلمين، مستشفى المعلمين قريبه جدا من النادي الاهلي بالجزيره، راح هناك عمل بعض الفحوصات بعض الاشعاعات، تعرض في انسداد في شريان في القلب. كابتن اسلام الشاطر على طول عمل قسطره وركب دعامتين. امبارح كنت عنده انا في زياره في المستشفى، كنت متواجد معاه، ما شاء الله عدد كبير من الزملاء كانوا موجودين. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني اطمن على صحه الكابتن اسلام الشاطر، عدد كبير، كابتن احمد شوبير كان متواجد امبارح، كابتن علاء ميهوب، كابتن وائل رياض، عماد النحاس، مش عايز انسى، لكن كان في عدد كبير جدا، استاذ محمود شوقي الصحفي الكبير، استاذ محمود صبري، استاذ ايهاب الخطيب، كان في عدد كبير جدا متواجد مع اسلام الشاطر. بطمن حضراتكم، لسه قافل معايا التليفون من شويه بطمن عليه، قال لي الحمد لله الامور يعني ماشيه بشكل كويس، هو بصحه جيده، وخرج النهارده كمان من المستشفى وهو متواجد دلوقتي في البيت. بقول له ان شاء الله قريبا تنور بيتك قناه النادي الاهلي مره اخرى، وتكون متواجد في برنامجك البيت الكبير، ويستمتع بيه كل جماهير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ونقول لك الف سلامه يا ابو الكباتن. ده بالنسبه للكابتن اسلام الشاطر. امبارح شفنا منافسات كأس العالم الأندية، شفنا القرعة امبارح بقى. القرعة اللي بينتظرها كل ملايين النادي الأهلي. ولما بنتكلم عن كأس العالم الأندية ونقول النادي الأهلي، يعني بنقول خير سفير للكرة المصرية والكرة الأفريقية هو النادي الأهلي. النادي الأهلي تاريخ كبير في هذه البطولة. تاني مشاركة ليه على التوالي بعد البطولة السابقة كانت موجودة في قطر في الدوحة. البطولة القادمة إن شاء الله هتكون موجودة في الإمارات، وإحنا بنتكلم عن تواجدها في بلد عربي شقيق وهيكون ليها أثر كبير. زي ما إحنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي دي القرعة. مباريات كأس العالم هتفتتح بلقاء الجزيرة أمام أوكلاند سيتي، والأهلي أمام مونتيري المكسيكي. الهلال هيلاعب الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي، والنادي الأهلي ومونتيري هيلاعب الفائز مع بالميراس البرازيلي. وطبعا المباراه اللي هيكون في تشيلسي هيقابل الفايز طبعا من الهلال، من مواجهه الهلال والجزيره واوكلاند سيتي. لما بنشوف او انا شخصيا بشوف القرعه دي بحس شويه انها قرعه غير عادله. بمعنى ايه؟ لما اشوف النهارده بالميراس البرازيلي وهو متواجد وبياخد الامتيازات دي في القرعه دي، بحس بعدم العداله شويه. النادي الاهلي بتاريخه، النادي الاهلي مشاركة التانية على التوالي مع بالميراس البرازيلي، اوكي، لكن النهارده دي المشاركة السابعة للنادي الاهلي في هذه البطولة، فدي تاريخ كبير للنادي الاهلي، فالنهارده ازاي بالميراس يريح جولة عن النادي الاهلي؟ واحنا بنقول النادي الاهلي النهارده لو احنا بنتكلم عن تاريخه في البطولة دي، النادي الاهلي حقق المركز الثاني مرتين في البطولة، مرة في 2006 ومرة في 2020. فده تاريخ كبير للنادي الاهلي، سبع مشاركات، فالنهارده النادي الاهلي عنده امتيازات اكبر من بالميراس البرازيلي، فعلشان كده النادي الاهلي كان لازم ياخد امتيازات في القرعه افضل من بالميراس البرازيلي. لكن خلاص احنا عارفين طبعا حته الدعايه والتسويق بالنسبه للبطوله ممكن تدي طبعا بطل اوروبا، بطوله اوروبا هي البطوله الاقوى،
لكن النهارده كنا لازم ناخد امتيازات اكبر من بطل امريكا الجنوبيه. بمجرد القرعه اول ما اعلنت بدات النهارده الجماهير بقى المصريه تتكلم عن سهوله القرعه، صعوبه القرعه، مشوار النادي الاهلي في البطوله، يا ترى المشوار صعب، يا ترى المشوار سهل. بعض الجماهير قالت ان البطوله هتكون او القرعه صعبه جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي هيقابل مونتيري المكسيكي، بعد كده لو ربنا اكرمنا ان شاء الله نقابل بالميراس البرازيلي، فانت النهارده بتلاعب بطلين من امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه. النهارده امريكا اللاتينيه كوره تمتاز بالسرعه، كوره تمتاز بالمهاره، فالنهارده ماتشين من العيار التقيل، لكن بعض الاراء قالت كويس ان احنا بعدنا عن طريقنا تشيلسي بطل اوروبا، زي ما احنا شفنا في البطوله السابقه لما النادي الاهلي قابل بايرن ميونخ اقوى فريق في العالم، لو ما كناش قابلنا بايرن ميونخ البطوله السابقه كنا ممكن نكون متواجدين في المباراه النهائيه، وكنا ممكن نحقق مركز افضل من الثالث ونخش للمركز الاول او الثاني، لكن الحظوظ والنادي الاهلي ان شاء الله واللعيبه دي قادره انها ان شاء الله تحقق يعني انجاز كبير، خاصه ان الجيل اللي بيمتلكه النادي الاهلي جيل محترم، جيل عنده خبرات كبيره، جيل لعب على المستويات الدوليه سواء في كاس العالم للمنتخبات، كاس العالم للانديه قبل كده، وكمان حصل على بطوله افريقيا سنتين متتاليتين، فعندنا ان شاء الله جيل محترم يقدر يحقق الانجاز. طيب فنيا البطوله قويه، محدش يقدر يقول ان كاس العالم للانديه بطوله ضعيفه، لا بطوله قويه بتضم بطل كل قاره، فالنهارده بطل كل قاره هتكون كل المواجهات صعبه، كل المواجهات صعبه. الحاجة الحلوة كمان زي البطولة السابقة اللي كانت في قطر ان البطولة على ارض عربية، شفنا التواجد الجماهير الكبير وجمهور النادي الاهلي كان ليه مفعول السحر في البطولة السابقة من اول مباراة للمباراة بالميراس وهو بيآزر لعيبة النادي الاهلي، علشان كده بعد فضل الله كان جمهور النادي الاهلي لعب دور كبير في تحقيقنا المركز التالت. البطولة القادمة هتكون في الامارات، دايما الامارات ومصر بنشوف ماتشات الاهلي في الامارات كأننا بنلعب في مصر بالظبط، الاستاد بيبقى مليان، تواجد جماهيري بشكل كبير، مؤازرة كبيرة من الجماهير المصرية وخاصة الجماهير الأهلوية في الإمارات، فإن شاء الله نتمنى أيضا التوفيق والمؤازرة تكون بشكل كبير. لكن نروح بقى للبطولة فنيا مع المدرب العام للنادي الأهلي كابتن سامي قمصان، تحياتي ليك يا كابتن سامي ومنور قناة الأهلي. ربنا يخليك يا كابتن سامي، تحياتي ليك طبعا، مبسوط قوي اللي أنا معاك والله. قول لي بقى أول ما شفت القرعة يعني احساسك ايه وشفت ازاي قرعه كاس العالم للانديه؟ طبعا احساس، انت كنت معانا طبعا البطوله اللي فاتت وشفت قد ايه البطوله كانت قد ايه قويه، لان زي ما حضرتك قلت بتضم اكبر منتخبات اكبر انديه في خمس قارات او اكثر. فخلينا نتفق البطوله قويه جدا، كل الفرق اللي فيها عندها امكانيات فنيه كبيره و عندها قدرات حققها البطوله، في فرق كتير لعبت كذا مره، الحمد لله احنا من اكتر الفرق اللي شاركت فيها، لكن في فرق برضو شاركت كذا مره وعارفين البطوله قد ايه وعارفين قيمتها قد ايه، فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نكون مستعدين، اعتقد ان احنا مستعدين السنه دي وعندنا طموح وعندنا امال كبيره ان احنا نحققها، خصوصا بعد الشهور اللي احنا اللي الواحد كان حاسه يعني السنه اللي فاتت، واللي انت تحقق ثالث عالم بكده انت بقى يعني دايما النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتمنى بيتطلع دايما للافضل، ان شاء الله يكون الافضل لينا ان شاء الله ان احنا نلعب المباراه النهائيه ان شاء الله. شكل القرعه كابتن سامي ومشوار القرعه، نحن النهارده في طريقنا بعدنا عن بطل اوروبا وده كان عقبه في البطوله السابقه، شكل المشوار بتاعنا هنبتديها قدام مونتيري المكسيك وطبعا فريق محترم، بعد كده ربنا اكرمنا بالميراس البرازيلي، ده يخلينا ان احنا نطمح طموح اكبر وان احنا نفكر النهارده نوصل لمركز افضل، المركز الثالث. وبص يعني خلينا اتفق معاك كابتن حاجه، يعني ان اصلا نظام البطوله ما فيهوش عداله. ايوه إن انا يعني انا بطل زي انا، وانا ذنبي اللي انا بلعب في قاره افريقيا ولا الفرق الثانيه نفس القصه اللي بيلعب في امريكا الجنوبيه او بيلعب في اوروبا، يعني انا شايف ان انت بتدي افضليه للفرق على حساب فرق ثانيه ودي مش فير يعني، لكن في الاول والاخر انت ده نظام البطوله نحترمه طبعا ونلعب عليه، بنلعب ضمن خصم طبعا مميز الكونكاف خمس مرات، عنده مدير فني عارف يعني ايه الكره المصريه، مستر اجيري طبعا مره منتخب مصر وعارف مكانه النادي الاهلي كويس، فمواجهه مواجهه سهله، يمكن احنا عندنا برضو
نتيجه مش احسن حاجه لما لعبناهم، وانت عارف دايما يا كابتن اسامه النادي الاهلي لا الفرق الكبيره دايما ما بتقبلش ان انت تقدر تخسر مرتين من الفرقه متتاليه يعني. فطبعا بالنسبه لي هدف مهم جدا، وحضرتك عارف طبعا ان اهم مباراه هي المباراه الاولى لان هي اللي بتاهلك لبعد كده يعني. حقيقة. تفكيرنا ان شاء الله يكون تركيزنا 100%، عندنا هدف معين بنسعى له. الحمد لله برضو اللي ساعدنا في البطوله دي يمكن تاخير البطوله شويه برضو ادتنا افضليه ان احنا نكون اللعيبه الجديده ان شاء الله تكون معانا برضو، اللي هي لكن قابلتنا مشكله ثانيه برضو نقدر مش عارف يعني برضو نفس القصه ان انت شكل بطوله افريقيا وبطوله دوليه زي البطوله دي ازاي ما بقاش في توصيل بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. فطبعا حاجات يعني نتمنى ان شاء الله الفتره ديت يقدروا يبقى في حل فيها، وان شاء الله نلعب بكل قوتنا لان انت عارف يعني عندنا التدعيمات دي طبعا هتفرق معانا، عندنا لعيبه برضو ثاني مره تشارك انت عارف القبضه برضو الخبرات طبعا مهمه جدا خاصه السنه الثانيه على التوالي طبعا مهمه جدا يعني. انت عارف احنا 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 عن نفسنا احنا كان اللي انت تشوف جو ثاني ونظام ثاني وتشوف لعيبه اوروبيه وتشوف ستايل اكنك بتلعب في كاس العالم، في حاجه كبيره جدا يعني. يمكن السنه دي ان شاء الله تكون عندنا خبرات اكتر وعندنا دوافع اكتر. يمكن والله يا كابتن اسامه هقول لك على حاجه يمكن كابتن سيد بس هو اللي كان عارفها يعني. يمكن احنا بنتفرج على المباراه النهائيه انت عارف بعد ما خلصنا البطوله المباراه المركز الثالث وحصلنا الحمد لله المركز الثالث، قعدنا كلنا اتفرجنا عشان كان يبقى كان المراسم كلها بعد المباراه. انا احنا كنا قاعدين ورا الكابتن انا وكابتن سعيد يعني قاعدين ورا الكابتن والكابتن وباير بيحتفل كده والكلام دوت. يعني احنا شفنا بقى نظرته اللي هو لا النادي الاهلي حق يكون في المكان ده، النادي الاهلي حلو. يعني انت عارف بتبقى انت بتشوف من نظراته يمكن هو ما اتكلمش يمكن انا وسيد عمال قعدنا نتكلم في النقطه دي ان الكابتن عشمان ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله يكون في المباراه النهائيه ان شاء الله. ده اللعيبه برضه اللعيبه وعدت الكابتن فيه ان شاء الله ان احنا هنقاتل بكل نقطه عرق ان شاء الله عشان النادي الاهلي ده بمكانته وبقيمته وقدره يستاهل ان هو يكون من افضل وعندنا الحمد لله كل الامكانيات، جهاز فني محترم، جهاز فني عنده خبرات كبيره، وايضا كمان لعيبه يعني عندها خبرات كبيره جدا انها تقدر تحقق المركز افضل من المركز الثالث يا كابتن سامي. ان شاء الله يكون عندنا التوفيق لان انت عارف العنصر ده مهم جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله انما احنا واللعيبه اعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل كل اقصار جهدنا ان شاء الله اللي احنا نسعى جمهورنا للاهلي. الفتره الحاليه انا عارف انكم في اجازه، لكن بمجرد اعلان القرعه هل حصل تواصل بينك وبين بيتسو موسيماني عن القرعه وشكل المجموعه ومونتير المكسيكي والكلام ده ولا لسه يا كابتن سامي؟ لا طبعا 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 انت عارف انت لازم تحضر يعني يمكن احنا طبعا كنا عارفين طبعا اوكلاندو موجود معانا، كنا عارفين طبعا تشيلسي موجود معانا، لكن كنا منتظرين الجزيره طبعا لانه صاحب البطوله، لكن ما كناش عارفين طبعا الهلال لان الهلال لسه لاعب الاسبوع اللي فات برضه خد البطوله ونفس القصه بالميراس برضه نفس القصه. فبدانا طبعا الراجل ده عندنا طبعا محللين اداء طبعا بيقدروا يجمعوا الحاجات ديت، ممكن الراجل امبارح بقى اتكلمنا ان احنا نحضر من دلوقتي مع طبعا الحاجات اللي عندنا، كان عندنا برضو تحضير لبطوله السوبر لكن اتاجلت. فتفكيرنا طبعا دلوقتي اللي احنا بنفكر دلوقتي نشوف الفرقه المونتاري ازاي شكلها، لكن مش عاوزين نسبق طبعا خطوه، لكن في الاول والاخر طبعا دايما لازم تكون مستعد قبل البطولات الكبيره اللي زي ديت لان انت ده حلم لينا قبل ما يكون حلم جمهورنا يعني ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله كبيره لجمهورنا الاهلي. كابتن سامي عايز ابارك لكم طبعا على الاداء من بدايه الموسم، ما شاء الله 6 جولات العلامه الكامله، 6 فوز كمان مش فوز لا ده فوز باقناع باداء باهداف. الحمد لله طبعا الله يبارك فيك يا كابتن سامي، انت عارف كان صعب علينا جدا جدا احنا نتقبل خساره الدوري ولا جمهور النادي الاهلي نفس القصه بالنسبه له، خساره الدوري دي حاجه كبيره جدا النادي الاهلي مش متعود عليها ولا جمهوره. عارفين اللي هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، يمكن انت حضرتك عارف وكنت عايش معانا الظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت، لكن احنا مش عاوزين نتكلم على حاجه فاتت، بنتكلم دايما في اللي جاي. فاعتقد الحمد لله استعداد كويس جدا لينا من بدايه الدوري، التركيز في كل الماتشات، يمكن برضو في حاجه الناس مش ملاحظاها، يمكن الحمد لله النتائج اللي احنا سلبيه عملناها السنه اللي فاتت الحمد لله يمكن كان ربنا في بدايه الموسم ديت كانت معظمها لعبناهم يعني البنك الاهلي السنه اللي فاتت عملنا تعادلين، النهارده الحمد لله بتكسب الاسماعيلي نفس الكلام الاسماعيلي نفس القصه غزل المحله في المحله فاعتقد الحمد لله ده يدل ان احنا الحمد لله
واللعيبه مركزين كويس، وعندنا هدف واحد اللي احنا ان شاء الله نكسب كل الماتشات اللي بالنسبه لنا يعني، لان اعتقد هي دي اللي هتدينا الافضليه من غير ما نبص للمنافسين يعني. فالحمد لله بشكر طبعا اللعيبه واشكر الجمهور على الدعم لينا، وان شاء الله نزيد ان شاء الله من التوفيق الفتره الجايه باذن الله. عايز اخد رايك برضو كابتن محمود الخطيب، قليل جدا لما بيظهر في الاعلام، ظهر مع الكابتن احمد شوبير كانت حاله مميزه، في الحاله دي اشاد بالعلاقه ما بين الكابتن سامي قمصان ومستر بيتسو موسيماني، وكمان اشاد اشاده خاصه بالكابتن سامي قمصان، رايك؟ طبعا شرف طبعا عليا وسام طبعا على صدري يعني، من اول اختيار الكابتن ليا طبعا وترشيحه ليا ان انا اكون موجود في النادي، دي حاجه كبيره جدا يعني، وكلامه عليا والله يعني مش عاوز اقول لك يعني، بالنسبه لي كان يعني افضل من كل البطولات اللي الواحد خدها، لما يكون شخص بحجم وقيمه ومكانه كابتن خطيب يتكلم عنك ويتكلم عن شغلك، فاعتقد حاجه شرف ليا. وان انا كنت قاعد والله مع اولادي وزوجتي كده، وكل الناس كانوا مبسوطين جدا جدا يعني، زي ما بقول لك اكتر من البطولات والله اللي الواحد خدها. فاتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنه وحسن ظن جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب ان شاء الله نساعد النادي ان شاء الله. اخيرا كابتن سامي، مستر موسيماني الفترة دي متواجد في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، شايف الزيارة ليه امبارح كان متواجد، النهاردة كان متواجد، بكرة كمان كان متواجد مع كل الفرق، نزل النهاردة عشان يشوف المباريات، يشوف اللعيبة عن قرب، كمان حصل اجتماعات مع الأجهزة الفنية مع كابتن خالد بيبو مع اللعيبة، شايف الزيارة دي أثرها ازاي، خاصة خلال الفترة اللي جاية كمان ممكن النهاردة التواصل يكون مهم جدا ما بين الفريق الأول وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. والله احنا كنا بنتكلم قبل التوقف يعني عن النقطه دي، يمكن هو كان مسافر، لكن طبعا انت عارف الظروف اللي حصلت له وكده والكلام ده، وفكر بقى اللي هو يقدر يستفاد بالفتره ديت، اتكلم ان النادي الاهلي عنده مهاره كبيره جدا، وقطاع الناشئين ده زي ما بيقول بالنسبه له منجم يعني، فيها لعيبه مميزه وقدرات كويسه ومدربين على اعلى مستوى وقطاع فني، والراجل الخبير التشيكي راجل مميز جدا، وكابتن بيبو طبعا خالد طبعا عامل اداء مميز جدا، فقال لي عاوزين يستفادوا ويكون في دايما تواصل من خلال قطاع الناشئين، ومن خلال برضو فرقه 2001 وكابتن عمرو انور طبعا وجهازه، اللي احنا نتواصل معاهم عشان تبقى نفس الفكر وستايل التدريب والحاجات اللي بتبقى ناقصه يتكملها، لان انت عارف برضو كابتن اسامه النقله اللي بتبقى من قطاع الناشئين للفريق الاول بتاخد وقت شويه، قبل ما خصوصا لما تكون تخش في وسط نجوم كبيره زي نجوم النادي الاهلي، فمهم جدا ان انت تستعد لها، مش شرط فنيا بس، نفسيا وخططيا برضو، طريقه اللعب ممكن تكون لو تبقى مناسبه، لو في فرق تقدر تلعب بنفس طريقه اللعب هتساعد اللعيبه برضو لما تيجي تطلع لنا تكون عارفين التحركات ازاي، الفكر نفسه، الاهتمام الجانب، لو اتكلم برضو في الجانب التغذيه والجانب ده، خلي بالك حاجة تانية برضو، اتكلم في الأمور الفنية مع مستر بروكيتش وكمان مع المدربين، لما اتفرج على المباراة كمان أعجب بالمدربين الموجودين، طريقة اللعب، توحيد اللعب من 4-2-3-1 ل 3-4-3 ونفس الأسلوب المشابه للدرجة الأولى، فهو أشاد بهذا الأمر يا كابتن سامي. لا هو أنت حضرتك عارف المدربين النادي الأهلي طبعا وقطاع الناشئين ما شاء الله مدربين مميزين جدا، كلنا اشتغلنا فيها وعارفين قد إيه الواحد بيبقى عندك طموح اللي أنت ساعد ناديك وبقى عندك طموح اللي انت عاوز تشتغل وتعمل افضل ما عندك يعني، فاعتقد الحمد لله ان ديت اكدت للمدربين ان الراجل بيتابع وان الراجل دايما في تواصل وبتدي امل للعيبه طبعا برضو اللي يبقى عندك فرصه ان انت تلعب وتتمرن في النادي الاهلي وتطلع الفريق الاول ويبقى عندك نفس الطموح اللي انت تشارك في الفريق الاول وتعمل تاريخ كبير واسم كبير من خلال النادي، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه، ودي تدل برضو ان الراجل يعني تاكيدا للناس اللي هي كانت بتشكك الراجل عاوز يمشي والراجل كذا، لا ده الراجل قاعد وبيعمل مشروع للنادي الاهلي ومشروع يستمر سنوات وسنوات بالظبط يعني، وده عشان كده برضو من خلالك طبعا وانت اكتر واحد عايش معانا وفي وسطنا ان 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 الراجل عاوز دعم دايما، والراجل هو متواصل مع الناس، يمكن الناس كتيره بتتكلم في نقطه ان الراجل متواصل مع الناس، دي حاجه ايجابيه، كل العالم كده دلوقتي، كل العالم لازم يتواصل مع الجمهور وتتواصل مع الاعلام ولازم يبقى في كلام، لكن الكلام في حدود اللي هو المعقول او الطبيعي يعني، ما تتكلمش في حاجات شخصيه او قرارات فنيه اقدر اخدها، لكن تتكلم في شكل اللعب، في اسلوب اللعب، في اسلوب التغييرات، توقيت التغييرات، كل الحاجات دي مهمه اللي انت تتكلم فيها يعني، فهو الراجل متفتح جدا، الراجل عنده رؤيه وعنده مشروع كبير عاوز يساعد فيه النادي من خلال النادي، يمكن حضرتك شفت برضو الحاجات اللي هو بيعملها، وزوجته اللي هي برضو مديره اعماله بتعملها
والماركتنج اللي بتعمله في جنوب افريقيا دي برضه حاجه اللي انت بتستغل اسم النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا. حقيقة لان النادي الاهلي ده ايمج كبير، حاجه كبيره جدا لازم نستغله. يعني انا ليا اصحاب كتير جدا في كل في اوقات كتير في 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 انحاء كتيره جدا من العالم. مجرد بس ان انت بتذكر اسم النادي الاهلي دي حاجه. طبعا طبعا اسم النادي الاهلي اسم كبير. كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق خلال الفتره القادمه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل بيتسو موسيماني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بالصوت والصور. اهلا بحضراتكم من جديد. اولى مفاجاتنا النهارده في حلقتنا بيتسو موسيماني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده لما تشوف مدير فني للنادي الاهلي الفريق الاول وهو في تواصل بنفسه مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تعرف او النهارده بيكون بيرد على كل الكلام اللي قيل خلال الفتره السابقه ان بيتسو موسيماني هيرحل عن النادي الاهلي. ازاي النهارده هيرحل وهو بيفكر او بيشتغل على مشروع طويل الاجل او طويل الامد؟ من اول لحظه جه فيها بيتسو موسيماني النادي الاهلي وهو قاعد مع كابتن محمود الخطيب، ازاي نسقوا مع بعض؟ ازاي يبقى في نظره لقطاع الناشئين النادي الاهلي؟ ازاي يكون في تواصل؟ ازاي توحيد طرق اللعب حتى يكون في عدد او تصعيد عدد كتير من اللاعبين للفريق الاول؟ هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي. بيتسو موسيماني في الفتره اللي فيها توقف دولي خلال الفتره الحاليه كان متواجد امبارح بنفسه داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي في البدايه مع مباراه ل 2006. امبارح اتفرج على المباراه كامله، اشاد كمان بالجهاز الفني الموجود على راسه الكابتن سامر عبد الرحمن، شاف النهارده نوعيه مدربين محترمين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الزياره كانت امبارح والنهارده كان متواجد بالمناسبه من الساعه 12 الظهر غادر النادي الساعه 5، خمس ساعات متواجد مع كل الفرق ومع كل اللعيبه. بكره ان شاء الله بيتسو موسيماني كمان متواجد في النادي الاهلي، هيشوف مباراه الفريق 2007 وهيتفرج على البراعم مدرسه الكوره الصغيرين 2009 و2010 و11 و12 و13 اللعيبه الصغيره. فالنهارده هيكون على مدار 3 ايام شاف كل اللعيبه اللي موجوده داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي، شاف العمل، شاف المدربين اللي اشاد بيهم بشكل كبير في نوعيه التدريب. النهارده لما اتفرج على التدريبات النهارده أشاد ببروكيتش وأشاد كمان بنوعية المدربين، إزاي اللعيبة أو المدربين بتدي خبرات للعيبة عن طريق التدريبات ونوعية التدريب الموجودة. الحاجة التانية اللي أشاد بيها برضو الملاعب داخل قطاع الناشئين، ثلاث ملاعب للتدريبات، وأشاد جدا كمان خاصة بملعب المباريات إن يكون ملعب مباريات للناشئين بهذه الكفاءة وهذه الجودة، ملعب بيتم نقل المباريات عليه، فأشاد برضو بنوعية الملعب. فالنهارده اشاد بالمدربين، اشاد بالملاعب، اشاد بالعمل داخل القطاع، واشاد كمان بالدور اللي بيقوم بيه الكابتن خالد بيبو. الفتره اللي جايه هيكون في تواصل كبير جدا بين الفريق الاول وبين قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. علشان كده كنا احنا متواجدين مع بيتسو موسيماني امبارح والنهارده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح نشوف التقرير ده مع بيتسو موسيماني من داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي النهارده موجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مستر بيتسو منذ اول يوم ليه في النادي الاهلي قال انا جاي اعمل مشروع داخل النادي الاهلي، وبالنسبه له النادي الاهلي مشروع كبير. النهارده موجود في قطاع الناشئين بيتابع بنفسه، بيشوف كل الامور، بيتفرج على فريق 2006. مستر بيتسو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. من اول يوم لمستر بيتسو موسيماني في النادي الاهلي قال انا جاي اعمل مشروع للنادي الاهلي. Yes, thank you very much. I feel good. I feel welcomed here in the team. It was good to be here and to see the youth. Of course, it's not the first time I'm here, but it's the first time I'm with the players. I was here before with Captain Khatib to see the facility. And now I'm here to be with the coaches, to see the players, to have an understanding of what we have, because it's very important for me to know the team and the players and the youth players. And it's also important for the youth players to see that we are interested in their development. That's why we are here.
شكرا جزيلا على ترحيب. انا سعيد جدا بوجودي هنا وحاسس بترحيب كبير هنا في قطاع الناشئين، وانا سعيد هنا بوجودي في قطاع الناشئين. اتفرجت على الماتش واتفرجت على اللعيبه كلها، ودي مش اول زياره ليا طبعا هنا. جيت هنا قبل كده مع الكابتن خطيبي، كنت بشوف على امكانيات النادي، ودلوقتي انا موجود هنا عشان اقابل المدربين واقابل اللعيبه، وده الهدف يعني من وجودي هنا. والهدف من النادي الاهلي احنا بنطور في قطاع الناشئين ونطور اللعيبه، والهدف هو التطوير يعني. فانا سعيد بوجودي هنا ونامل ان في يكون في تواصل مستمر بعد كده. مستر بيتسو، عملت خطوه كان مفتقدها النادي الاهلي في السنوات الماضيه، ان المدير الفني للفريق الاول يبقى موجود داخل قطاع الناشئين ويطمن على مستقبل النادي الاهلي. دي خطوه كان النادي الاهلي مفتقدها في السنوات الماضيه. Well, it's my job to be here. So I signed the contract that I will be with Al Ahly. I'm with Al Ahly. I'm not in the wrong place. But yes, when we have time, like the games are not, we don't have games now. We need to come here and support. And I said to everybody, even to the president, Captain Bieber, I told him that when I have chance, I will come. So there's now opportunity for me to come, and I'll be here tomorrow also. طبعا ده شغلي ان انا اكون موجود هنا في قطاع الناشئين. انا لما مضيت عقد مع النادي الاهلي مضيت ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا بالفعل موجود في النادي الاهلي، ما جيتش المكان الغلط يعني، قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وانا حتى لما انا كلمت مع الكابتن الخطيب قبل كده ان انا لما يكون عندي وقت هاجي، فدي فرصه كويسه في فتره توقف الفريق الاول، ففرصه قويه ان انا اجي ابص على قطاع الناشئين وابص على اللعيبه وابص على المدربين، وان شاء الله نكون موجود هنا كمان بكره يعني. مستر بيتسو مدرب بيحب الكره الحلوه وبيحب الكره الجميله. النهارده بتقول للاعبين وانتوا بتكسبوا استمتعوا بالكوره. Yes, they have to win. They have to score goals. They must enjoy the game. That's very important because if you happy, you play good. If you are not happy, you can't play football. So they showed they're happy. I saw four goals. They scored four goals, which is beautiful. I saw good goals, to be honest. So it's encouraging. طبعا اللعيب لازم يجيب جوان ولازم يكسب، ولازم لما يجي يلعب يكون مستمتع ويكون مبسوط، عشان اللعيب لما يكون مبسوط بيكون اداؤه افضل، لكن لو مش مبسوط هيبقى اداؤه اوحش طبعا. والنهارده هم جابوا جوان كتير، جابوا اربع جوان كويسين، فكان جود جيم يعني النهارده. رايه في اللعيب. And it also shows that the coaches are doing good job. Even the pitches are good. You look at the pitch, very good pitch. This pitch is a very good pitch, you know. وطبعا المكسب النهارده بيدل ان المديرين الفنيين هنا في القطاع شغالين بشكل كويس، وبرضو امكانيات القطاع كويسه، الملعب كويس زي ما انت شايف، الملعب كويس جدا للعب. So I want to thank Khaled Bibo also for accommodating me here. فانا عايز طبعا اشكر الكابتن خالد بيبو كمان برضو ان هو استقبلني هنا ووراني الامكانيات القطاع الناشئين في وقت راحه. وانت ما فضلتش ان انت يعني تاخد اجازه، لا انت جيت عشان تطمن على مستقبل النادي الاهلي. يعني امر انت ليك كل الاحترام عليه يا مستر بيتسو. is part of my vacation. طبعا وجودي هنا ده جزء من راحتي برضه، جزء من اجازتي برضه، واجازه بالنسبه لي كويسه برضه، ده جزء من اجازتي يعني. جماهير النادي الاهلي بتحب مستر بيتسو موسيماني وبتثق في مستر بيتسو موسيماني. المباراة الأخيرة مع عودة الجمهور للمدرج، الجماهير بتنفعل لمستر بيتسو موسيماني، الجماهير بتنادي على مستر بيتسو موسيماني، ومستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي بيتأثر بوجود الجمهور. Yeah, we have a good support on the fans. You can see that they don't allow many fans to come, but we understand for COVID reasons. But the few that are allowed to come in, they make a lot of noise. Has been better for us. They encourage us. So we'd like to see more and we'd like to hear more. You must remember, I've never seen them. طبعا هو وجود الجماهير دلوقتي وجود محدود، ولما يكون في وجود جماهير حتى العدد القليل اللي بيجي بيعمل برضه صوت وبيعمل اجواء وبيخلي الاداء بتاعنا افضل. واتمنى طبعا ده مفهوم طبعا عشان اجراءات الاحترازيه لجائحه كورونا، بس اتمنى في الفتره الجايه يعني يزودوا العدد والدنيا تبقى ترجع زي الاول يعني. جريته وفرحته بهدف علي معلول في غزل المحله جايت لاعب ناشئ اتولد عاش جوه النادي الاهلي مش جريت مدرب. Yeah, I wish I run many times. I'm waiting for them to make me run many times. انا
طبعا اتمنى ان الموضوع ده يحصل كذا مره واجري كذا مره. انا عايز من اللعيبه بتاعتي ان تجيب جوان دي ويخلوني اجري. لايك ان موروكو وان سولايا سكور ذا ثيرد جول. زي في المغرب لما سولايا جاب الجون الثالث. أفشا سكور ذا ويننج جول اوف ذا دابي اوف ذا سنشوري. لما أفشا جاب الجون في القاضية يعني في ماتش الأهلي والزمالك في النهائي أفريقيا. So they must keep me running. لازم هم يخلوا يعني يجيبوا جوان عشان اجري. شكرا. مستر بيتسو اخيرا 6 في بطل النيجر، 4 في الاسماعيلي، 5 في الزمالك، 4 في سموحه، وقلت في اخر لقاء ليك ادوني سنتين وهخلي النادي الاهلي في حته ثانيه. No, after 2 years, yes. I will know the team very well. I will know the league very well. And the team will settle. They'll play the way I want. They are adjusting. They haven't come up to where I want them to play. طبعا يعني سنتين هيكون انا عرفت الفرقه وعرفت كل الفرق اللي موجوده في قطاع الناشئين، فده طبعا هيساعدنا ويساعد الفرقه ادائها هيستقر والدنيا تستقر كلها في الفرقه ويخشوا في الاداء المطلوب منهم. They need to pass the ball better. They need to move a lot of movements and the ball must go passing, you know. Yes, yes. محتاجين الكرة تمشي أسرع في الفريق الأول، محتاجين التحركات تكون أكتر والتحركات تكون أفضل من كده. And then you can score goals when you have the ball. وبعد كده نقدر نجيب جوان لما يكون في تحركات لما يكون في استحواذ. The opponents cannot score when we have the ball. وأي منافس هيلاعبنا مش هيقدر يجيب فينا جوان لو إحنا اللي مستحوذين معانا الكرة. جماهير اللي بتثق فيك توعدهم بإيه؟ وكلنا ثقة فيك ومستنيين منك نتائج ونفس الاداء ونفس النتائج الكبيره. Yeah, we promised them to win the Dowry. We promised them to win the Champions League. We promised them to do better in the World Cup. I think the draw is tonight, was tonight. We promised to do better than that. We always have to improve. انا بوعد الاهلي ان شاء الله نكسب الدوري وان شاء الله نكسب الشامبيونز ليج وان شاء الله برضو في الكاس نعمل حاجه ونعمل اوسع احسن ما عندنا عشان نكسب. And to win the Super Cup. وطبعا عشان نكسب كاس السوبر. Thank you. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، كلام مهم جدا من مستر بيتسو موسيماني، اتكلم ووضح الكثير من الامور. مدرب بتثق فيه جماهير النادي الاهلي فتره اكثر من رائعه المستر بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. وجوده النهارده الراجل فضل ان يعني فتره الاجازه او الراحه اللي هو موجود فيها ان يكون موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يطمن على مستقبل النادي الاهلي، اعتقد دور مهم يشكر عليه مستر بيتسو موسيماني. بنشكر زميلنا فاروق صلاح، ما شاء الله شغل اكثر من رائع وتقرير اكثر من رائع، بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا لكل اللي اشتغل على هذا التقرير. وايضا كمان بنشكر بيتسو موسيماني اللي كان متواجد بنفسه داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي، وده هيكون ليه اثر كبير على اللاعبين والاجهزه الفنيه وهيكون ليهم دافع كبير خلال الفتره الجايه وهم كمان بيشتغلوا. عايز اقف عند لقطه مهمه جدا بيتسو موسيماني وهو كان عامل اجتماع مع اللعيبه 2006 بعد المباراة اللي فازوا فيها 4-1، والأهداف هتكون معانا بعد قليل. وقف مع لاعب اسمه عمار وليد حافظ. عمار وليد حافظ هو لسه بدأ يجتمع مع اللعيبة الأول وبدأ يتكلم، بيشرح للعيبة يعني حاجات عجبته في المباراة، شاف المباراة كاملة، أثنى على كابتن سامر عبد الرحمن وكمان أثنى على لاعبي 2006 والأداء الرائع بتاعهم في المباراة. نفس الشغل اللي بيتعمل في الدرجة الأولى، نفس الأداء، نفس تدوير الكورة، نفس الاحتفاظ بالكورة، نفس الضغط، نفس الحاجات الحلوة اللي كانت بتتعمل. لكن وقف عند لاعب اسمه عمار وليد. عمار وليد أحرز هدف هنشوفه بعد قليل أو بعد شوية دلوقتي، هدف من الأهداف الحلوة، هدف عامل زي أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي. هو ده اللاعب رقم 11 اللي واقف وهو بيتكلم معاه، جاب هدف حلو في المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي 4-1. بقول لحضراتكم هدف زي اهداف محمد صلاح في الدوري الانجليزي، داخل لجوه وشطها في الزاويه البعيده في المقص، تسديده اكثر من رائعه. فعشان كده كان ده الحوار ما بين بيتسو موسيماني وعمار وليد حافظ بعد الاجتماع او بعد المباراه. لكن اشاد بكل اللاعبين وبالجهاز الفني واشاد بالقطاع ككل. وبنشكرك يا بيتسو وان شاء الله ما تكونش اخر زياره، يكون ليك زيارات اخرى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ايضا كمان كاميرا الاشبال كانت متواجده داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي، لكن متواجده مع ثلاث لعيبه ابناء النادي الاهلي المحترفين في التشيك، كانوا في زياره سريعه
للنادي، كان في اجتماع مع كابتن خالد بيبو وكابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، كان مجتمع مع مصطفى فوزي، محمد احمد بيسو، وكمان محمد حسام ميدو، كانوا جايين في زياره سريعه للنادي الاهلي. ماشيين الحمد لله بشكل اكثر من جيد في التشييك، تجربه مهمه، تجربه فيها خبرات كتيره. نروح نشوف قالوا ايه لكاميرا الاشبال. الحمد لله احنا رجعنا دلوقتي فتره اجازه، وهناك طبعا الدنيا كانت حلوه. الاول كنا عندنا شويه صعوبات في انها نتاقلم مع الجو والفكر المختلف عننا تماما وطريقه اللعب المختلفه، بس يعني الناس كانت بتتكلم معانا بطريقه كويسه وبتوجهنا بطريقه كويسه. وبرضه يعني كابتن فراس وكابتن زيزو في الاول ما كانوا سايبيننا، يعني ان هم يخلونا نتعلم الحاجات المختلفه علينا، بس لحد ما عدينا الفتره الصعبه اللي في الاول دي، والحمد لله الدنيا دلوقتي احسن بكتير يعني الحمد لله. يمكن احنا رحنا كانوا هم بداوا الدوري، بسبب ان هنا كانت الدنيا واقفه شويه عشان الكورونا وكده، والسفاره الدنيا ما كانتش احسن حاجه. اول ما رحنا كان لعبنا الفريق لعب 7 ماتشات، يعني انا وميدو ومصطفى كل واحد شارك في 3 ماتشات تقريبا بس، والنادي لسه في نص الجدول. هو الهدف من الاعاره دي يعني ان احنا نكتسب الخبره في انديه اوروبا، دي طبعا حاجه جديده اول مره تحصل على مستوى افريقيا كلها، ان نادي وبالذات في مصر، يعني دي اول نادي في مصر يعمل كده ان هو يطلع لعيبه الدوري الاوروبي، وطبعا دي هتفيدنا كتير جدا جدا كخبره، وهتفيدنا للنادي الاهلي. يعني في البدايه الحمد لله لعبت في 4 ماتشات وديه و8 رسمي، قدرت اسجل الحمد لله 9 اهداف، منهم 5 في الودي والباقي في الرسمي. الامور هناك لحد ما كويسه جدا، التعامل كويس. احنا كان عندنا في البدايه بس صعوبات في البدني وسرعه اللعب، بس كل حاجه مع الوقت بتتاقلم. طبعا اللعب هناك غير هنا، مدرسه الكوره هناك غير اللعب هنا، كل حاجه مختلفه، لعب اوروبي مختلف عن طريقه اللعب هنا في مصر، فانت متعود على طريقه لعب، اما رحت هناك لقيت طريقه لعب ثانيه، فخدت وقت يعني بس مش كتير. يعني الحمد لله ان احنا الثلاثه تاقلمنا بسرعه في حكايه ان انت تاخد على اللعب وسرعه اللعب، والبدني بتاعهم الدوري قوي جدا، قوي يعني قوه بدنيه غير طبيعيه. انت نفس الدوري الالماني ونفس ستايل الدوري الانجليزي كده بالظبط، سرعه ولعب، ينقصهم بس المهاره، بس هم كتكتيك وقوه لا، حاجه جامده جدا. يعني بصراحه هو ده موضوع مفيد جدا لكل الاطراف، للنادي الاهلي لينا كشخصيا، احنا بنتطور بشكل كبير هناك، التمرين نفسه فيه تطور كبير، حاجه يقدر يستفاد منها النادي، يقدر يستفاد منها اللاعب. النادي الاهلي يحتاج اللاعب ده في وقت من الاوقات، يعني يقدر يرجع في اي وقت، لان هو ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا، هو اللي حطه في المكانه دي، لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى موجود في المكان ده. بس وبرده بتبقى يعني حلم كبير لواحد طالع محترف، ممكن يبقى في دوري تشيكي، هو الدوري التشيكي مش معروف، لكن هو دوري قوي، لكن هي بتبقى سلمه او خطوه لمشوار كبير. يعني ده كان لقاء مع المحترفين في التشيك، زي ما قلت لحضراتكم ماشيين بشكل أكثر من ممتاز، مصطفى فوزي ومحمد أحمد بيسو ومحمد حسام ميدو، تجربة أكثر من رائعة، تجربة يكون فيها خبرات زي أحمد حمدي عبد القادر لاعب الفريق بالنادي الأهلي الفريق الأول، لما خد خبرات في تشيك ورجع مرة أخرى دلوقتي ما شاء الله شغال بشكل كويس ومكسر الدنيا. المباراة بقى نتفرج عليها بيتسو موسيماني في النادي الأهلي مواليد 2006 اللي فاز فيها النادي الأهلي برباعية، النادي الأهلي كان بيلعب الإنتاج الحربي فاز 4-1. النادي الأهلي كان متأخر في بداية المباراة، إنتاج الحربي هو اللي أحرز هدف في بداية المباراة، لكن لعيبة النادي الأهلي قدرت ترجع مرة أخرى، أحرز أهداف النادي الأهلي عمار وليد، أحرز هدفين وهو هدف الفريق برصيد 5 أهداف، وهدف لكل من حسام عادل وإبراهيم عادل، الاثنين توأم والاثنين إخوات حسام وإبراهيم، لكن دول يعني حسام وإبراهيم غير الكابتن حسام وغير الكابتن إبراهيم، دول حسام وإبراهيم جداد داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نروح نشوف أهداف اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
الهدف الاولاني اللي احرزه عمار هو ده الهدف اللي كان بيتسو موسيماني بيكلم اللاعب عليه في الاجتماع اللي كان ما بين بيتسو موسيماني واللاعبين بعد المباراه. هدف من الاهداف الحلوه هنشوفه مع بعض دلوقتي. نفس اللعبه اللي بيلعبها محمد صلاح لما بيدخل لجوه، لكن محمد صلاح بيلعبها برجل الشمال، هو النهارده بيلعبها برجل اليمين، مرن عليها بشكل حلو قوي، راحه في زاويه بعيده جدا يصعب على اي حارس مرمى انه يقدر يصدها. طبعا هي دخلت من التسديده الاولى لكن فيها تكمله من لاعبي النادي الاهلي، لكن الهدف اتحسب للاعب عمار وليد، هدف من الاهداف الحلوه. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه. الحمد لله عملنا مباراه كويسه، والمباراه برضو اللي فاتت برضو كنا عاملين مباراه كويسه جدا في بيراميدز، بس الحظ بقى تعادلنا 1-1 في اخر 10 دقائق، بس كانوا عاملين مباراه كويسه، والحارس بتاعي فتحي صد ضربه جزاء وكان هايل في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله برضو في كوكاكولا، برضو كان الماتش كويس جدا جدا يعني، وعمل ماتش كويس وكان برضو صد ضربه جزاء، والنهارده الحمد لله برضو امكانياته بانت في الملعب، شخصيته بتبان في الملعب، قوي شخصيه، بيتكلم كتير ورا الدفاع وبيلعب برجله كويس جدا، والحمد لله رب العالمين، وماشيين في خطه ثابته باذن الله، وباذن الله الماتشات الجايه نبقى برضو فوز باذن الله، لان احنا واخدين ماتش بماتش. هو فتحي بيتميز بثباته الانفعالي، عنده ثبات انفعالي كويس جدا وهادي، وبيتعامل مع الكوره بهدوء شديد، وفي نفس الوقت عنده الموجه الانفجاريه بتاعته بتبقى قويه جدا مع الكوره، والحمد لله انت شفت فيه يجي شوتين يعني، شوطه في الشوط الاولاني طلعها من تحت العارضه، والشوطه الثانيه دي اللي كانت بقى دي اللي صعبه جدا وعملها كويس قوي يعني، فعلا هو ماشي كويس بخطه ثابته الحمد لله، وفي تقدم في مزيد ليهم باذن الله، ومعاهم كمان عمر وابو جريشه ومحمد قراني الحمد لله، جوان برضو جايه معاهم في السكه مع فتحي، وباذن الله نتميز بالحراس عندنا في الفرقه 2006. الحمد لله احنا كنا نازلين الشوط الثاني عايزين نكسب، اي نعم جه فينا الجون الاولاني فما استعجلناش ولعبنا بالاداء كابتن سامر اللاعب اللي قال لنا عليه، ولعب وعملنا التكتيك بتاعنا، والحمد لله جبنا 4 اجوان في الشوط الثاني. طبعا اللعيبه مثلا ما خدش فيها هدف يعني بتهدى شويه، بس احنا كنا متحمسين ان احنا نجيب الثاني، واللعيبه وشجعنا كلنا بعض، وقلنا وقلت لهم كلهم يلا يا رجاله، والحمد لله سجلنا ال4 اهداف. بعد انتهاء المباراة، بعد انتهاء الجولة 10 اللي فاز فيها النادي الأهلي أمام نتاج الحرب 4-1، نشوف برضو مع بعض نتائج الجولة 10 كاملة، يعني الجولة اللي فاز فيها النادي الأهلي. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي زي ما احنا شايفين نتائج مباريات الأسبوع 10 من بطولة دوري الجمهورية مواليد 2006. فيوتشر تعادل إيجابي مع بيراميدز 1-1، الأهلي فاز على الانتاج الحربي 4-1، وفوز وادي دجلة 3-1 على غزل المحلة، وفوز الزمالك 4-3 على إنبي، والتعادل الإيجابي مصر مقصة مع الاتحاد السكندري 2-2، وفوز الإسماعيلي على سموحة 3-1، وفوز المقاولين العرب 4-1 على البنك الأهلي، وزد فوز 1-0 على الشرقية للدخان. دي نتائج الأسبوع 10 والجولة 10. هنشوف بقى مرويات الأسبوع القادم، الجولة 11 النادي الأهلي هيلاقي مصر المقصة، هيكون خارج الديار في الفيوم، مصر المقصة أمام الأهلي، الزمالك أمام المقاولين العرب، البنك الاهلي امام الاسماعيلي، المصري امام الاتحاد السكندري، والانتاج الحربي امام بيراميدز، اف سي مصر امام غزل المحله، وادي دجله امام انبي، والشرقيه الدخان امام كوكاكولا، والسموحه هيكون مريح في هذه الجوله. دوري 2006 دوري قوي، لكن الحمد لله عندنا 2006 هو المتصدر، هو المتصدر بالرغم ان هو لسه ليه جوله قادمه، لكن 2006 متصدر دوري الجمهوريه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل نجم الاهلي كابتن احمد نبيل كوكا. لما يكون عندنا لعيب في قطاع النشئين بالنادي الاهلي ونكون احنا في الاشبال اول ناس اتكلمنا عليه، والحمد لله الناس تبدا تعرفه من عن طريقنا ويبدا ياخد فرصته في الفريق الاول ويثبت نفسه، ونكون احنا السبب، بنكون اسعد الناس في برنامج الاشبال كل فريق العمل. ضيفنا النهارده واحد من اللعيبه اللي احنا سلطنا الضوء عليهم من حوالي 3-4 سنين، بدأنا نقول اللعيب ده هيكون ليه مستقبل ان شاء الله في الدرجه الاولى بالنادي الاهلي. برحب بضيفي وضيفكم النهارده كابتن احمد نبيل كوكا. منور يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن اسامه، ربنا يخليك، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده وفيتي قناه النادي الاهلي، ودايما بتشرف بوجودي مع حضرتك والله.
قول لي بقى في البدايه كده، هي كوكا ولا كوكا؟ هي كوكا. كوكا زي ما انا قلتها صح؟ هي كوكا. طيب هي كوكا صح. طب قول لي بقى كوكا دي جت منين؟ انا زمان والدي كان بيلعب كوره، فكان معاه حد اشول برضه، كان اسمه كوكا. فكنت انا صغير، انا من صغري كنت اشول ودايما بلعب كوره كتير في الشارع وكده. فكنت شبه، كنت شبه صاحب والدي ده، فطلع والدي طلع عليا الاسم ده بقى. انت منين اصلا بقى قول لي؟ انا اصلا من البساتين، لكن انا حاليا قاعد في المعادي، لكن انا اصلا من القاهره يعني. انا من القاهره. مش من المغتربين اللي قاعدين في استراحه النادي. لا لا لا، انا من البساتين، منطقه شعبيه كده، اهلها ناس جميله يعني. احسن ناس اهل المناطق الشعبيه كلها. حبيبي يا كابتن. قول لي بقى يا بطل، البدايات مهمه جدا. لما انت كنت بتلعب وواحد شبهك كوكا وباباك سماك على كوكا، ازاي ابتدى المشوار ومين اللي قال لك على النادي الاهلي وجت فكره النادي الاهلي ازاي؟ هو انا في الاول كنت بلعب في مركز شباب البساتين اللي هو في منطقتي اصلا. وانا عندي 4 سنين قعدت فيه 4 سنين بالظبط، وبعدين رحت النادي الاهلي. كابتن احمد عبد الهادي ده اللي كان موجود في مركز شباب البساتين، وده اللي قال لي ان في اختبارات في النادي الاهلي وكده. لما انا رحت النادي الاهلي ما كانش لسه سن اتعمل، يعني مواليد 2001 ما كانش لسه اتعمل. انت رحت كان عندك كام سنه وقتها؟ انا رحت كان عندي 7 سنين. ده لسه بتبدا مع الاقل من 8 و9 سنين. كنت لسه صغير جدا. انا دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله بقى لي 13 سنه يعني في النادي الاهلي. فاول ما رحت كان اصغر سنه، كانت مواليد 2000. يعني 2001 اصلا ما كانش لسه اتعمل، لسه الفرقه دي ما اتعملتش. فانا نزلت معاهم 3 شهور، وهم النادي الاهلي يعني الحمد لله ما رضوش يمشوني، قالوا لي انت هتنزل اكاديميه 3 شهور وفرقتك هتتعمل يعني في فتره قريبه كده، فرقتك هتتعمل. نزلت اكاديميه النادي الاهلي مع كابتن ناصر. والحمد لله يعني بعدها بفتره قليله فرقتي اتعملت وطلعت. يعني في الفتره دي النادي الاهلي ما استغناش عنك، وجهوك التوجيه الصح عشان بالزبط. تفضل تحت عيون المدربين، فانت اتمرنت في الاكاديميه لمده سنه وبعد كده طلعت تاني القطاع لحد ما فرقتي اتعملت. بالظبط. نزلت سنه الاكاديميه لحد ما فرقتي اتعملت، وبعدين طلعت تاني مع فرقتي بقى اللي هي 2001. اول واحد مرنك مين بقى في القطاع؟ كان مدرب كابتن مين؟ كابتن عصام صلاح. كابتن عصام، مدربين محترمين. بالظبط. كابتن عصام صلاح، بعدين كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد جمال. بعدين كابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول. بعدين كابتن احمد سراج وكابتن زكريا وكابتن ممدوح. ما شاء الله مدربين كتير. وكابتن ياسر رضوان، يعني طبعا المدربين كلهم محترمين، بس مين اللي ساب بصمه وترك يعني اثر في احمد نبيل كوك؟ والله هم كل الناس، يعني اي حد بيجي يشتغل في النادي بيحاول يطور من كل الناس، بيطور من كل اللاعبين، ويحاول يساعده ويظهر بشكل كويس عشان كل ده عشان الفريق الاول. لكن انا اشتغلت معاه فتره قليله جدا. يعني كابتن ياسر رضوان من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاه في حياتي، وهو اشتغل معايا فتره قليله جدا. وممكن اقل المدربين اشتغلت معاه في الناشئين. لكن واحد من الناس اللي طورت مني جامد جدا بصراحه. لكن بصراحه يعني كل المدربين طوروا مني جامد يعني الحمد لله. كله بيشتغل في مصلحه النادي الاهلي يعني في الاول. اول مكافاه ليك في القطاع كانت كام؟ او في النادي الاهلي عموما؟ كانت 50 جنيه اظن. 50 جنيه؟ كان عندك كام سنه وقتها؟ 7 سنين ولا كنت 8 سنين وقتها؟ كنت في السن ده 8 9 سنين كده. 8 سنين بقى ومعاك 50 جنيه بقى، و50 جنيه دول مبلغ، عملت بيهم ايه وقتها بقى؟ والله ما فاكر، بس يعني اي فلوس من النادي دي بتبقى حاجه يعني احنا كلاعيبه بنبقى مبسوطين بيها. وكمان كنت لسه في سن صغير، وكنت اول مره في حياتي اخد مكافاه بقى، كنت ملعب في مركز الشباب لسه. فكانت اكيد كانت حاجه بسطاني جدا يعني. طبعا يعني وانت في قطاع الناشئين، اللحظه بقى اللي هتبدا تطلع فيها درجه اولى من اللحظات اللي انت عمرك ما تنساها طبعا، مين اللي بلغك الاول انك انت هتطلع مفروض بكره تتمرن مع الدرجه الاولى؟ اللي بلغني كابتن خالد بيبو طبعا. يعني كابتن خالد بيبو واحد من اللي فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت موجود في الفريق الاول. وانا من اول موسم كنت بنكشه كده ان انا عايز اطلع الدرجه الاولى، والحمد لله يعني. كنت بتقول له ايه بقى؟ من اول يوم. اول يوم جه فيه انا قلت له فيه اول يوم لسه بيقول بسم الله فيه، انا قلت له عايز اطلع الدرجه الاولى. فقال لي اشتغل، وبيني وبينك الملعب يعني كويس وماشي كويس، الدنيا تمام، اكيد فرصتك هتكون كبيره ان انت تطلع فوق. فالحمد لله يعني ان انا قدرت اعمل ده، وهو بصراحه يعني وفى يعني بوعده، وطبعا بشكره جدا يعني. عايز اكلمك في نقطه مهمه قبل ما اروح بقى برضه للكواليس. احمد نبيل كوكا في قطاع الناشئين النادي الاهلي في مدارك كله في حياتك كلها بتتمرن او بتلعب ايه؟ مركز 6. مركز 6 هاف ديفندر، زي عمرو السوليه وزي اليو ديانج، صح كده؟ مظبوط. تمام. ما طلعت مع الفريق الاول لقيت نفسك في مركز تاني لاول مره تلعب في المركز ده، باك ليفت. هل لعبت فيه في قطاع الناشئين النادي الاهلي
المدربين لعبت ولا كان دي اول مره تكون موجود فيه؟ دي كانت اول مره في حياتي ان انا اشارك في المركز ده. فالظروف حطتني في الموقف، وكان بالظبط موقف صعب وضغوط كبيره على ان انا اول مره كمان او تاني مره اشارك بعد ماتش ابو قير اللي هو شاركته في مركز. لسه هرجع اتكلم التفاصيل عن مشاركاتك دي كلها بالظبط، بس هو كان موقف صعب. الحمد لله ان انا ربنا كرمني فيه وقدرت اتعامل مع الموقف بطريقه كويسه. الجهاز كله اشتغل معايا ان انا اظهر بصوره كويسه جدا في المكان دوت. من تدريبات كل الناس كانت واقفه معايا، كل الناس كانت بتحاول تخليني اظهر بشكل كويس. الحمد لله يعني فضل ونعمه من ربنا ان انا ظهرت بشكل كويس يعني، وكنت قد المسؤوليه. اول واحد استقبلك بقى وانت طالع الدرجه الاولى بعد ما الكابتن خالد بيبو كلم الناس فوق، عندنا لعيب كويس يا جماعه اسمه احمد نبيل كوكا وحارب عشانك، شوف الراجل ده مين اول واحد بقى استقبلك في اوضه اللبس؟ فدي برضو عمك حارس. عم حارس طبعا. هو احنا كنا طالعين بتاع 12 واحد، فطبعا بتبقى مشكله بالنسبه له بقى اللبس، واليوم ده بالنسبه له بيبقى تعب. اهم حاجه عنده اللبس. فهو اول واحد بيستقبلنا طبعا عم حارس، راجل جميل وتاريخ كبير وزي والدي طبعا. فهو اول واحد استقبلني بالطقم كده، وكانت واحده من اللحظات اللي انا عمري ما انساها طبعا. مين من اللعيبه برضو غير عمك حارس؟ كان كله بقى، ما كله كان يعني احلى حاجه ان كان اول يوم لينا ده كنا احنا عدد كبير، كنا بتاع 12 لعيب، فكان كل اللي يدخل بقى كان يبص لنا كده يقول لنا احنا ايه جينا مدينه نصر ولا الاهلي اشترى فرقه جديده ولا ايه. فكانت دي حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نظهر بشكل كويس وتشيل من علينا الضغوط، ان اللعيبه الكبيره كلها داخله بتهزر معانا. فدي عملت، كان عامل ايجابي لينا جدا. فكان كل اللعيبه بصراحه كانوا بتتعامل معانا بشكل كويس جدا يعني، ودي ساعدتني كتير ان انا اندمج معاهم في اسرع وقت. الفرق بقى بين التمرين تطلع مع الدرجه الاولى، تمرين مختلف احمال مختلفه، وما بين قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، الفرق كان واجهتوه ازاي وقابلتوه ازاي وتاقلمتوا عليه ازاي كمان؟ اكيد بيبقى في فرق كبير طبعا. فرق بين الناشئين وفرق بين الدرجه الاولى، فرق لعيبه، فرق كل حاجه طبعا. لكن في الاول في الاخر ما خلاص، هو احنا بنشتغل كل السنين اللي فاتت دي عشان اللحظه اللي احنا هنبقى فيها دي. ما ينفعش نيجي بعد كل ده ونخلق اي عذر ولا اي اسباب. فالحمد لله الواحد كان بيحاول ان هو يكون شبههم، يتعلم منهم، يشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي عشان يخش في الاجواء دي، عشان يقدر يكون موجود مع الناس دي اللي هو طبيعي ان ده حلم ان انا اكون معاهم. ما ينفعش يكون ليا عذر. لكن اكيد فرق كبير، لعيبه كبيره كلها، لعيبه النادي الاهلي دايما في احسن لعيبه في افريقيا، كلها لعيبه دوليه، فالحمد لله يعني. شايف بيتسو موسيماني اول واحد اداك الفرصه كان بيتسو موسيماني؟ صح. اول واحد لعبت معاه طبعا. قبل ما اسالك بقى، بيتسو موسيماني قال لك ايه؟ شاف الاول ازاي زيارته في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ كان متواجد امبارح، متواجد النهارده، متواجد بكره. ده اثره ازاي كمان على زمايلك وعلى اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه؟ هعرف الاجابه منك لكن بعد الفاصل. ماشي تمام. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد قول لي، شاف زياره بيتسو موسيماني ازاي لقطاع الناشئين، خاصة خلاص ان المسافة قربت دلوقتي، ما بقاش في فرق بين القطاع والدرجة الأولى كتير. النهاردة المدير الفني متواجد بنفسه بارح والنهاردة، وهيكون متواجد بكرة. ده الرسالة اللي عايز يوصلها ايه لقطاع للعيبة والأجهزة الفنية؟ اكيد دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا كمان احنا كلعيبة. ودي ما كانتش بتحصل كتير الفترة اللي فاتت، الحمد لله ان دي بدأت تحصل. فالطبيعي ان احنا كلعيبة ان احنا نحس ان كل الناس مركزة معانا، وان الفرصة قريبة، وان الدنيا بقت اسهل. فدي اكيد حاجة بتدينا دفعة وبتدينا حماس. وطبعا يعني بنشكره بالنيابة عن اللعيبة كلها، بنشكره عن ان هو دايما بيدينا فرصة كبيرة ودايما متابع معانا، والمفروض ان الفريق دلوقتي في اجازة لكن هو بيجي وبيتابع، فدي حاجه تحسب له طبعا، فبنشكره عليها جدا. انت اول مباراه ليك مع الدرجه الاولى كانت ابو قير صح؟ ابو قير الاسمده كانت في كاس مصر. اول مباراه ليا كانت ابو قير في الاسمده في كاس مصر بعد 15 يوم مع الفريق الاول بس، الحمد لله. طب قول لي بقى كواليس المباراه دي، خاصه اول مباراه دي ما بتتنسيش، اول مباراه ليك مع النادي الاهلي، لعبت انت في مركزك في المباراه دي، كانت مباراة مهمة في كأس مصر، والبطولة دي النادي الأهلي أخدها. خدناها الحمد لله، دي كانت أول بطولة ليا كمان. موسيماني قال لك إيه قبل المباراة؟ أنا الاستعداد كان للماتش ده، كان كنت لسه طالع ما كملتش 15 يوم. فكان في منتخب كبير، وكمان كان في منتخب أولمبي، فكانت الدنيا فضيت شوية. فأنا طالع لسه، كنت طالع اللي هو لسه في تمرين، مش حاطط في دماغي إن في ماتش. الدنيا لقيتها يوم في الثاني في الثالث،
قربنا الماتش جدا لقيت نفسي محطوط اساسي وكابتن سامي بدا يهزر معايا، فالتلميحات بدات ابان ان انا هلعب. فدي كانت مفاجاه كبيره ليا طبعا. لكن مستر بيتس طبعا من اول يوم ليا كان بيتكلم معايا بشكل غير طبيعي، اداني ثقه كبيره جدا، فكان لازم الواحد يكون قد الثقه اللي هو اداها لي دي طبعا. والحمد لله يعني ان انا كنت قد الثقه دي وظهرت بشكل كويس يعني الحمد لله. بعدها بعد المباراه دي بعد ما ظهرت بشكل كويس كان في اصابه لعلي معلول، وعلي معلول من اللعيبه المهمه، فبدا يفكر بيتس موسيماني بدا يفكر في احمد نبيل كوكا في حته الباك ليفت. ما لعبتهاش قبل كده لكن لعبتها واجدت فيها بشكل كبير، وده ما لعبتش مباراه واحده، لعبت كام مباراه في المركز ده؟ لعبت حوالي 6-7 ماتشات. 6-7 مباريات. كلمنا برضه عن الفتره دي. الفتره دي كان زي ما حضرتك قلت كابتن علي معلول كان مصاب، وكمان كابتن ايمن اشرف كان مصاب كان بيلعب في المكان ده، وكابتن محمود وحيد كمان كان مصاب. انت ايه خلصت الباكات؟ لا انا مش بلعب باك ليفت. فما فيش غيري بيلعب برجله الشمال اظن في الفرقه. فطبعا مستر بيتس موسيماني وكابتن سامي لي دور كبير جدا في ان انا العب كمان باك ليفت، وكان من الحاجات اللي رشحني في المكان ده، فما كانش فيه غير يعني ان انا بلعب برجل الشمال في المكان ده. فالحمد لله ان انا اتحط في المكان دوت، وفي الوقت ده كان الاهلي بيمر بفتره كمان صعبه جدا، ضغط ماتشات. المباراه كانت ايه؟ كانت امبي، لعبت امبي ومصري وجونه والنصر واتحاد وسموحه سموحه ومين تاني يعني بتاع 6 ماتشات. كلها مباريات تقيله. كلها ماتشات صعبه جدا، ماتشات صعبه طبعا، وكمان كانت اللونجات اللي كانت بتلعب عليها كلها نصها فرقه. فكان حاجات صعبه جدا، لكن الحمد لله فضل ونعم من ربنا ان انا اظهر في المكان ده عشان اخد الضجه دي كلها او الكلام كله اللي اتقال عليا ده. ده نعمه من عند ربنا طبعا، بحمد ربنا عليها. خلي بالك في مباريات كتير فيها خدت احسن او رجل المباراه او احسن لاعب في المباراه. الحمد لله كنت بحاول اظهر بشكل كويس جدا، لان بعد اول ماتش ليا جماهير النادي كلها كانت في ظهري، فانا كان لازم اكون قد المسؤوليه دي وكان لازم اعمل كل اللي اقدر عليه. فالحمد لله يعني كنت بعمل ارقام كويسه جدا في الماتشات، فنعمه الحمد لله من ربنا. علي معلول كان ليه كلام معاك في الفتره دي وهو مصاب، كان بيوجهك وبيتكلم معاك وهو بيتمرن في فتره الاصابه، كان على طول في توجيهات مستمره من علي معلول. علي معلول طبعا كابتن علي، مش انا اللي هتكلم على كابتن علي معلول، هو دلوقتي اظن مصري خلاص. فالفتره اللي هو كان مصاب فيها دي وانا لعبت ماتشين، كان في التمرين الكروسات كابتن علي معلول كان بيقف لي على خط بالكوتش، كان بيقف على خط الملعب كان بيوريني التكنيك عامل ازاي، لانه ما شاء الله طبعا في الكروسات حاجه كبيره. يعني علي وهو كان مصاب الفتره دي بينزل لك على الخط ويعلمك ازاي ممكن تتعامل بالشكل ده، يبدا ينقلك بعض الخبرات. كان بيتكلم معايا كتير جدا بالذات في موضوع الكروسات ده، عشان اقدر اتقنها في اسرع وقت عشان اقدر اكون عاملها بشكل كويس. فانا طبعا بشكره جدا، يعني كان من اكتر اللعيبه اللي كان بيتكلم معايا في الوقت ده. ده شيء جميل طبعا، وده الدور المهم اللعيبه الخبرات واللعيبه الكبيره في النادي الاهلي ودورها كمان مع اللعيبه الصاعده الواعده من قطاع الناشئين النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا قابلتوه في قطاع الناشئين النادي الاهلي وكمان مع الدرجه الاولى، زيارات على طول مستمره ودعم مستمر من الكابتن محمود الخطيب ليكم. اكيد انا حاطط صوره ليا انا وهو مركبها جنب بعض كده. هي دي، بص، ايوه هي دي. دي واحده في قطاع الناشئين اللي على اليمين، دي في قطاع الناشئين، دي في 2018 اظن، ودي 2021 ده، ودي مع الدرجه الاولى بالظبط. كابتن محمود يعني مش قدوه لي انا بس، اظن ان هي قدوه لمصر كلها، وطبعا ببارك له وببارك للنادي الاهلي وقائمه كابتن محمود الخطيب كلها طبعا بالنجاح. وان شاء الله يكون 4 سنين كلها خير على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وما فيش كلام يوصف الصوره دي بالنسبه لي. بتكونوا سعداء لما الكابتن كان بيجي لكم وانتم صغيرين في القطاع، احساسكم ايه؟ اكيد احنا فجاه لقينا كابتن محمود الخطيب كلمونا ان هو نازل وواقف يسلم علينا كلنا وعايز يعرف اسامينا. في موقف حصل معانا من اول يوم طلعت فيه قابلته هناك، يعني ان انا اروح لكابتن محمود الخطيب واسلم عليه وهو انا رايح اسلم عليه، ان هو يقف من على الكرسي ويسلم على ناشئ، فيعني دي كانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ويوريك ازاي الاحترام وكل حاجه حلوه من الكبير للصغير. كل حاجه يعني كابتن محمود الخطيب قدوه لينا كلنا. اكيد الكابتن محمود الخطيب يظل قيمه وقامه كبيره. قول لي بقى كوكا، يعني انت عملت حاجه كويسه الفتره اللي فاتت، ما بتشاركش مع الدرجه الاولى بالنادي الاهلي،
لكن كان عندك اصرار انت شخصي انك تنزل مع كابتن عمرو انور ومع فريق الشباب وتكون متواجد وتلعب علشان تكون جاهز في اي وقت لو اضطربت في الدرجه الاولى تكون موجود. بالظبط، في الوقت اللي انا ما كنتش موجود فيه فريق 2001 بيلعبوا كل سبت، بنزل اتمرن معاهم تمرينتين قبل الماتش وبكون موجود معاهم في الماتش، لان وارد في اي وقت اكون موجود ولازم اكون قد المسؤوليه لما اتحط. فاكيد لازم انزل العب ولازم اكون جاهز ولازم اكون واقف على رجلي، لان الموقف اللي انا اتحطيت فيه ولعبت فيه كان موقف مفاجئ برضه، فلازم اكون جاهز في اي وقت. العلاقه ما شاء الله ما زالت طيبه مع كل اصحابك فريق الشباب، مغربي واحمد اشرف، محمد اشرف، عمر حجاج، طه، كل اللعيبه، كله 2001 كلها قريبه مني ولعبه رجاله وفريق كبير جدا، وكل سنه الحمد لله بنقدر ناخد البطوله، فكلهم حبايب يعني. وكمان مع الجهاز الفني، كل الناس الحمد لله بحبها وكل الناس قريبه مني. طب تعالى نشوف قالوا ايه عنك. يلا بينا. احمد طبعا من اللعيبه الممتازه جدا، وده كان باين من فتره كبيره، وده اللي خلى طبعا ينضم للفريق الاول وينتظم معاهم في التدريبات ويشارك معاهم على فترات يعني. وانتظامه حقيقي في الدرجه الاولى في الفريق الاول اداله تقل يعني، حتى بقى يعني واضح لما بيجي يلعب معانا لا في تقل في طريقه لعبه، في ستايله، تكوينه حتى جسماني اتغير، فده كان طبعا اضافه لي ان هو يتطور ويتحسن، وان شاء الله نتمنى له التوفيق يعني باذن الله في اللي جاي. كوكا من لعيبه الرجاله يعني، معروف في نص الملعب يعني من احسن لعيبه، اللي هو تحسه مسمار في نص الملعب محدش بيعدي، وكمان كورته عاليه يعني. ليه ما اقدرش انسى جون السنه اللي فاتت ضد الاسماعيلي في الاسماعيليه في اخر دقيقه واحنا متعادلين 0-0، جاب جون شوطه من بره منطقه الجزاء، وكان جون في اخر الماتش بيه، هو ده ممكن يكون سبب ان احنا كسبنا السنه فاتت الدوري. كوكا جوه الملعب مفيش هزار، جد بيتعامل بكل رجوله وبكل قلب وروح، هو يعني حتى ممكن مثلا المحبه مثلا تاخدنا شويه ان احنا يعني عشان صحاب وكده، بس هو ما بيفرقش الصراحه يعني، جوه الملعب حاجه تانية وبره الملعب حاجه تانية خالص يعني. طبعا في البدايه احب ارحب كابتن اسامه وكوكا. طبعا كوكا النهارده مع كابتن اسامه عبد النبي، تحب تقول له ايه وايه رايك في كوكا في مستواه الاخير الفتره اللي فاتت؟ طبعا كوكا مش محتاج حد يتكلم عليه، كوكا طبعا لعيب جامد ومش محتاج حد يتكلم عليه. لا قول لنا ايه رايك في مستواه، ما تميز. ما قلت هو لعيب جامد. طب تقدر تقول لنا يعني حاجه حصلت او حاجه فاكرها لكوكا في معسكر كنا كلنا مع بعض، موقف حصل مثلا؟ كنا ايوه اسمع ليا، كنت انا وحجاج وطه وكوكا، وكانت الاوضه يعني كانت مجزره. وكان كل ما حد ينام الكوكا بيقفشه نايم ومطلع الشبشب ومده على رجليه. عندنا كده لحد الساعه 2. معلش بقى يا كابتن ياسر، بس نزلنا الماتش وكنا كويسين والله. يلا الحمد لله. بالتوفيق يا كوكا، واتمنى لك ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يعني من تقدم لتقدم وتكسر الدنيا ان شاء الله. كوكا عشره 6 سنين في النادي الاهلي، من ساعه ما جيت طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر واوضه واحده طبعا، وعشره منتخب اخويا طبعا ان شاء الله، واتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله. تعادل خدنا الدوري ده في الدقيقه 90. تمام، عشان كان بيقول لي اخر هدف في التقرير اللي فات ده كان هدف امام الاسماعيلي، والهدف ده اخذوا بيه الدوري في بطوله الشباب السنه اللي فاتت صح؟ السنه اللي فاتت ده كان جون في الدقيقه 90، ده من الاهداف الرئيسيه اللي الحمد لله ان خلتنا ناخد الدوري الموسم اللي فات مع 2001. شايف ما شاء الله علاقه طيبه بتجمعك مع كل اللعيبه ما شاء الله. احمد سيد عبد النبي دمهم خفيف. كلهم حبايبي ودمهم خفيف طبعا، وكل ده يعني حاجات حب بينا وهزار، واظن ان اقل واحد فيهم عشره 7 سنين، فطبعا بشكرهم كلهم عن الكلام الجميل ده، وكلهم حبايبي، وان شاء الله كلهم يكونوا يكسروا الدنيا الفتره اللي جايه دي، واشوفهم في الفريق الاول ما عدا حجاج عشان قال كوارث علينا. طيب بمناسبه واحنا بنتكلم عن 2001 دلوقتي، يعني نشوف برضو جدول ترتيب بطولة الجمهورية اللي ماشي فيها ما شاء الله. 2001 في المركز الأول، النادي الأهلي لعب 8 مباريات في المركز الأول عنده 20 نقطة، متساوي مع الجيش برضو لعب 8 مباريات في المركز الثاني، لكن رصيد الأهداف أكتر للنادي الأهلي 20 نقطة. الزمالك الأهلي كمان بلا هزيمة، الزمالك في المركز الثالث من 8 مباريات 17 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع، الاتحاد في المركز الخامس، جونة في المركز السادس، سيراميكا في المركز السابع، مقصة في المركز الثامن، التاسع فاركو، العاشر سموحة، مركز ال11 المقاولين، ال12 البنك الأهلي، 13 إنبي، بعد كده الإسماعيلي، المصري، غزل، المحلة، شرايا الدخان،
وكوكا كولا، هو ده ترتيب بطوله الجمهوريه 2001. ما شاء الله النادي الاهلي متصدر وعندنا لعيبه تقدر تحسم بطوله دوري الجمهوريه للشباب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيف الكابتن احمد نبيل كوكا. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بحضراتكم وبضيف الكابتن احمد نبيل كوكا. كابتن احمد، واحنا دلوقتي في وقت يعني ذكرى القضيه، ممكن كانت 27/11 السنه اللي فاتت، واحنا بنمر في الاسبوع بتاع القضيه. فاكر مباراه الاهلي والزمالك وانت كنت موجود في وقتها قبل المباراه وفي المعسكر بتاع المباراه؟ اكيد طبعا، ده ماتش ما يتنسيش بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كله وبالنسبه لافريقيا كلها، واحد من افضل النهايات في تاريخ افريقيا. فاكيد كانت ذكرى جميله طبعا، وهدف القضيه ده واحد من اشهر الاهداف دلوقتي في العالم، وهو بصراحه قفشه يستاهل كل خير، يعني واحد من افضل لعيبه في مصر، وهو لعيب طيب ومجتهد ومحترم ومتواضع، واحد من اكتر اللعيبه اللي وقفت معاه من اول ما طلع. شعورك ايه وانت شايف الكره بتروح في الثواني الاخيره في المباراه؟ فضلت اجري في الشقه بقى انا وعيلتي كلها، لان عيلتي كلها اهلاويه طبعا، اهلي ووالدتي ووالدي، فكان احساس ما توصفش طبعا. عايز اكلمك عن المنتخب الاولمبي، انت واحد من اللعيبه اللي انضمت للمعسكر، اول تجمع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب في بدايه المنتخب. يعني قول لي بقى المعسكر، اجواء المعسكر اللي فاتت، كابتن شوقي غريب وكلامه ليكوا كان ايه يعني ايه الكلام اللي قاله في اول تجمع؟ يعني ده كان اول معسكر لنا كمنتخب اولمبي مش منتخب شباب. ايوه. الفتره الجايه دي عندنا بطولات وديه، وعندنا فتره مهمه جدا بنستعد لبطوله افريقيا عشان اولمبياد باريس 2024. كابتن شوقي غريب من اول يوم صراحه يعني اتكلم معنا عن اهميه الفتره اللي جايه دي، وعن مهم جدا ان احنا نعمل حاجه لنفسنا وحاجه غيرنا لسه اللي قبلنا وصلوا لمرحله ان هم خدوا بطوله افريقيا ووصلوا لدور الثمانيه في الاولمبياد، فاحنا لازم نعمل ده ونعدي ده كمان، لان ده المفروض اللي احنا نشتغل عليه وده اللي احنا بنسعى ليه. فكان معسكر كله روح ايجابيه ومعسكر جميل، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي يطلع جيل كويس ومنتخب كويس، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه لبلدنا ان شاء الله. هيكون عندكم في تجمع الشهر القادم بطولة شمال افريقيا صح؟ في بطولة شمال افريقيا شهر 12 في ليبيا. واظن عندنا كمان ماتشين وديين في شهر 1. وفي شهر 3 برضه البطولة العربية ودية برضه في السعودية اظن يعني. وده يكون خير استعداد طبعا للمنتخب الاولمبي. واحنا بنتكلم دلوقتي عن المنتخبات، واحنا بكرة في مباراة منتخب مصر الاول امام لبنان، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الاول تحت قيادة كروش. هقول لحضراتكم برضه انفراد 6 لاعبين من النادي الاهلي ان شاء الله بكره يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني اللي هيواجه لبنان الساعه 3 عصرا. تشكيله منتخب مصر هقول لحضراتكم انفراد دلوقتي على الهواء: حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر فتوح والونش وحجازي واكرم توفيق، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السوليه، محمد شريف وقفشه ومصطفى فتحي، وفي الهجوم مروان حمدي. بكره ان شاء الله 6 لاعبين من النادي الاهلي، ده انفراد لينا، هيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر: محمد الشناوي، اكرم توفيق، حمدي فتحي، السوليه، محمد شريف، وقفشه. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، ويرجع عامل نتيجه ايجابيه من هذه البطوله، ويكون استعداد جيد وكمان اكتشاف لبعض العناصر في منتخب مصر، خاصه ان دي يعني المحترفين مش موجودين، فهتكون فرصه لكل اللعيبه ان شاء الله تثبت ذاتها من خلال هذه البطوله. كوكا، كان ليكوا تجربه قبل كده منتخب الشباب ما كانتش كملت مع كابتن ربيع ياسين، طبعا كلنا عارفين الظروف، لكن الفتره اللي جايه هيكون عندكم منتخب اولمبي، منتخب اولمبي عندكم اولمبياد باريس هتكون 2024. الكابتن شوقي كلمكم من على البطوله دي والاستعداد ليها من دلوقتي والتحضير النفسي، خاصه لسه قدامنا فتره، ولا لسه ما جاش الكلام فيها؟ لا، هو من اول يوم زي ما قلت لحضرتك ان كلمنا ان احنا ننسى الفتره اللي فاتت دي، ما كانش في توفيق، ربنا ما كانش رايد ان احنا البطوله تكمل وفتره كورونا، فقدر الله ما شاء فعل يعني. فمن اول يوم هو اتكلم معانا عن بطوله افريقيا واتكلم معانا على الاولمبياد،
واتكلم معانا ان الجيل اللي قبلنا خد بطوله افريقيا. كانت في مصر الدنيا كانت اسهل، ممكن لسه مش عارفين البطوله هتكون فين افريقيا، فطلب مننا ان احنا نركز ونكون على قد المسؤوليه عشان نقدر نوصل برضو زي اللي قبلنا عملونه ونوصل لابعد ان شاء الله يعني. وانتوا الجيل بتاعكم قادر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى، انت لعبت باك ليفت ولعبت في وسط الملعب، المركز اللي انت بتحبه وبتفضله؟ انا بحب مركزي في نص الملعب رقم 6. نص ملعب، ده اكتر مركز انا بحبه واكتر مركز انا بحب العب فيه. مين مثلك الاعلى في مصر؟ في مصر في مصر انا في حيره يعني. معانا في النادي الاهلي طبعا 3 لعيبه دوليين، 3 لعيبه كبيره، كابتن عمرو السوليه وكابتن حمدي فتحي وكابتن اليو ديانج. فصعب طبعا حد يختار بين الثلاثه دول لعيبه كبيره. بتميل لمين اكتر؟ وكل واحد والله، كل واحد ليه اسلوبه، كل واحد فتحي ليه حمدي فتحي ليه طريقه، كابتن عمرو ليه طريقه، ديانج ليه طريقه، فهم ما شاء الله يعني ميكس حاجه كده محترمه يعني. لكن بره مصر انا بحب كانتي طبعا. كانتي طبعا كانتي مسمار نص الملعب، هو حاجه غريبه كده في الملعب ما تفهمهاش، لكن واحد من احسن لعيبه، واظن خد 5 امبارح او 6 افضل لاعب في العالم. واحنا بنتكلم عن بيتسو موسيماني وكلمتني على كابتن سامي وصان، طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بيكون له دور خاصه في البدايات. طيب قبل ما اسالك عن دور الكابتن عبد الحفيظ، شايف الهدف ده والخماسيه بتاعت الاهلي والزمالك واليو ديانج، وكمان عمليه التسديد اللي بدا ما شاء الله جاب هدفين من تسديدتين رائعين يعني. الماتش ده انا كنت حاضره في استاد القاهره. كان واحد من احسن الماتشات اللي انا حضرتها، واحساس جميل طبعا. النتيجه ما خرجتش زي ما احنا عايزين، كان نفسنا تخرج اكتر من كده. لكن الحمد لله يعني ديانج في الفتره الاخيره دي كان بيشتغل مع كابتن سامي مصنع التسديد كتير جدا. بعد هو قال بعد المباراه، دي حقيقه. كابتن سامي بيشتغل مع كل اللعيبه بصراحه بعد التمرين على اي حاجه ناقصاه، فهو اشتغل على الفتره الاخيره دي على التسديد، وربنا كرمه يعني جاب جولين. يعني الكابتن سامي كمتنبي كان بياخده بعد التمرين على مهارة التسديد دي. دي حقيقه، دي حقيقه. كان بعد التمرين كان كل ربع ساعه نص ساعه، والعكس محمد شريف الرأسيات في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كروسات. كابتن سامي يعني ليه دور كبير جدا في الفريق الاول يعني. طيب عايزك بقى اسال عن دور الكابتن سيد عبد الحفيظ. انت قلت لي بيتسو موسيماني ودعمه ليك، كابتن سامي ومصان، واول مباراه قدام ابو قير الاسمده وكان بيهزر معاك ويخرجك من جو المضغوط، كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد واحد من اكتر الشخصيات اللي انا بحبها، لان شبهنا اهلاوي جدا، تحسه ثالثه شمال كده. لا وخلي بالك ايه، كابتن سيد خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بالظبط، انا برضه يعني ليا صوره معاه، والله ليا صوره معاه زمان جدا، كنت انا صغير قوي وكان نفسي اتصور معاه صوره، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه نحطهم برضه جنب بعض كده. فكابتن سيد واحد من اكتر الناس اللي بتتكلم مع الناشئين وتعرفهم قيمه النادي الاهلي. حلو. كويس جدا، لأنه هو واحد من اكتر الناس اللي عاشرت اجيال كتير وعنده خبرات كبيره طبعا. اكيد طبعا. فمن اكتر الناس كان بتتكلم معانا وتوعينا، وكان كل ماتش بصراحه كان بيجي يتكلم معايا ويشيب بيا، وكان فانا بشكره طبعا على الفتره الاخيره دي. اخيرا يا كوكا، قول لي بقى طموحاتك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. ان شاء الله يعني انا نفسي الفتره الجايه الواحد يعني ربنا يكرمه ويرجع للصوره تاني، نفسي اكون موجود مع النادي الاهلي، نفسي العب في الليفل ده دايما. فان شاء الله يعني ربنا يكرمني باذن الله اكون على قد المسؤوليه الفتره الجايه. طموحاتي مع النادي الاهلي اكيد كل البطولات، بلعب في احسن نادي في افريقيا. ربنا يكرم ان شاء الله بقى اخد افريقيا وانا بلعب واروح كاس العالم. انت متأيد في القائمه الافريقيه؟ متأيد الحمد لله في القائمه الافريقيه. كويس قوي، فان شاء الله يعني. انت متأيد، يبقى انت عندك فرصه انك النهارده تكون متواجد برضه في كاس العالم للانديه، متواجد في السوبر الافريقي، يعني عندك ان شاء الله بطولات كتير. اكيد، انا برضو السنه اللي فاتت كنت متقاعد في البطوله الافريقيه اللي احنا خدناها دي واتحسبت لي يعني الحمد لله. ان شاء الله بقى السنين الجايه ناخد افريقيا، وان شاء الله يكون واحد ليه تاثير فيها باذن الله. قول لي، واحنا بنتكلم عن يعني طموحاتك مع النادي الاهلي، انت كام بطوله دلوقتي؟ انا حاليا واخد سوبر افريقي، واخد كاس مصر، واخد بطوله افريقيا. تاني سوبر افريقي، سوبر افريقي، وبطولة افريقيا، وكاس مصر. 3 بطولات، 3 بطولات مع النادي الاهلي. انت لسه في اول سنه، وفيهم كمان بطولات قاريه. اكيد بطولة افريقيا والسوبر الافريقي. لا انت ان شاء الله قدامك مشوار طويل يكون مليء بالبطولات، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا كوك. ان شاء الله باذن الله. كابتن شرفتنا ونورتنا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. حابب اشكر حضرتك جدا يعني، برنامج الجميل ده اللي بيزر كل الناشئين عندنا،
وبيدينا فرصة كبيرة لكل الناس تشوفنا وكل الناس تعرفنا. فأنا طبعا حابب أشكر حضرتك، إن شاء الله ربنا يكرم حضرتك كده في البرنامج وناس كتير تطلع. وإحنا بص أنا ببقى أسعد واحد لما بيكون واحد إحنا اتكلمنا عنه هو صغير ودلوقتي طلع مع الفريق الاول ولعب وبدات الناس تعرفه. احنا اسعد ناس كفريق عمل الاشبال كلنا. بالظبط، انا بنشكر حضرتك طبعا وبشكر حضرتك كمان بالنيابه عن اللاعبين. البرنامج بيظهر كل اللاعبين مش انا بس ولا احد بس. وطبعا في الاخر بشكر والدي ووالدتي واخواتي، ربنا يخليهم ليا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم الفتره اللي جايه. واشكر جدتي بتدعي لي دايما ماشي بدعائها يعني. فانا بشكرهم جدا يعني، وان شاء الله خلهم يكونوا فخرون بيا باذن الله وحقق لهم كل اللي نفسهم فيه ان شاء الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا وتنالك كل التوفيق. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده واشكر ضيفي، اللجنه القانونيه بالنادي الاهلي تجتمع غدا لبحث اسباب عدم اعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه والعرض على مجلس الإدارة لتحديد الخطوات القادمة. مرة تانية، اللجنة القانونية بالنادي الأهلي تجتمع غدا لبحث أسباب عدم اعتماد فوز الأستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية والعرض على مجلس الإدارة لتحديد الخطوات القادمة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر ضيف الكابتن أحمد نبيل كوكا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوف حضراتكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.